صوت واضح عدل. إيه واضح، بس ننتظر الدكتور خلينا نقول 5 ولا 10 دقايق بس على ما يدشون. الماوس يبين لما
أحركه بالشاشة؟ اي يبين واضح. دكتور أنا اللي عارفة إن طلبتك اللي راح يحضرون لهم بونس صح؟ اكسترا دروب إي دروب اكسترا بس كلاس واحد، في كلاس ثاني لا، عشان ما تحمسينهم على الفاضي. بس الكلاس اللي لا علاقة بالانفستنج اللي هي انجير ايكونومي، حلو لان لا علاقة بالمادة، فعشان احفزهم اعطيتهم اكسترا دروب. تمام. تحتاج أسامي الطلبة قبل يعني قبل أن نبدي ولا بالنهاية؟ لا ممكن خلال التوك أوكي تمام كان تيك سكرين شوت، ولا لان في ناس يمكن يبي لهم وقت على ما يبدا داونلود أوكي زوم تمام سوفت وير، نعطيهم فرصه. عفوا انت ساره ولا اريج؟ اوكي اتس كونفيوزينج. انا ساره ربيعه يا بس هلا بشار ربيع. اقول الاكونت مال جلوبال شيبرز باسم اريج. هو اي احنا عندنا اكونت واحد حق جلوبال شيبرز ملوت الخليج، اي فاحنا ندش باسم اريج. يعني حتى لو حمد مكاني كان اسمه اريج. اوكي دانا بس لو تسكين تحطينا ميوت. بس كل واحد يشيك يتأكد انه أنا عاد حاطة ميوت حق الكل بس ما أدري شلون قاعد يبطل عندهم. أتوقع في عدد كافي عشان نبدي إن شاء الله في 37. فقبل ما نبلش أول شيء أحب أشكر كل الموجودين. معاكم سارة ربيعة، أدري اسمي أريج هني بس أنا سارة. من منظمة Global Shapers. Global Shapers هي منظمة شبابية تتبع المنتدى الاقتصادي العالمي اللي هو World Economic Forum. هو مؤتمر يتم كل سنة بسويسرا، بس هالسنة ماكو عشان كورونا. فبيسكلي المنظمة اللي هي Global Shapers تقوم على يعني عدة أمور. طبعا هي تعتبر NGO من خلينا نقول من المشنز مالتنا إن إحنا نطور أو نبحث في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال ريادة الأعمال، وكذلك في مجال مساواة بين خلينا نقول حقوق الذكور والإناث. فتقدرون هذا اللوجو مالنا موجود بالبرزنتيشن، تقدرون بعد تزورون أكاونتنا في إنستغرام، وهم تقدرون تدشون على موقعنا عشان تعلمون أكثر. وهذا خلينا نقول يعتبر ثاني إيفنت خلال وجودنا بالكويت، إحنا تونا مبلشين. فنتشرف اليوم بدكتور حمود صباح وراح يكلمنا عن
موضوع الاستثمار خصوصا في أعمار مبكرة. فالدكتور إذا تسمح أنك تبدي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أشكر المنظمين على هذه المبادرة الطيبة، وأنا سعيد جدا أني أكون مشارك فيها، إن شاء الله أقدر أقدم شيء يفيد الشباب. التوك today will be about the importance of investing in a young age. شنو أهمية الاستثمار في عمر صغير؟ ليش مهم أنك تستثمر في سن مبكر؟ إن شاء الله my plan الخطة أن أول شيء بحاول أقنعكم ليش الاستثمار مهم، بعدين بعطيكم طريقة ممكن أنكم تستثمرون فلوسكم، وهالطريقة هذه طريقة الاستثمار اللي بعطيكم إياها راح تسوون فيها أفضل من 50% من شركات الاستثمار. شيء طريقة بسيطة جدا أي واحد يقدر يطبقها حتى لو ما عنده خلفية مالية، لو تطبقها راح تسوي أو المردود اللي راح يدش عليك أعلى من 50% من شركات الاستثمار. فهذا شوي حافز لكم أن تركزون معي بالتوك، وإن شاء الله تستفيدون. أول شيء لازم أقول أن البرزنتيشن هذه أنا جاي in my own capacity، أنا جاي بشخصي ما أمثل جامعة الكويت، فالآراء اللي مكتوبة في البرزنتيشن هذه تمثلني أنا ولا تمثل جامعة الكويت، هذا لازم أقوله عشان باكر ما تربطون هذا التوك مع جامعة الكويت. أنا مجرد موظف في جامعة الكويت في قسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية. فخلنا نبدأ بالتوك. ليش investing important؟ كلنا عندنا أهداف مالية، في بعضنا يبي يأمن مستقبل عياله بالتعليم، يبي يدخلهم أحسن المدارس، يبي يدخلهم أحسن الجامعات، يبي يوفر لهم كل الفرص المتاحة عشان يحصلون على تعليم مميز. طبعاً مثل ما أنتم عارفين التعليم مكلف، المدارس الخاصة مكلفة، الجامعات الخاصة إذا بيسافر الطالب هم مكلفة، فالواحد لازم يجمع فلوس ويخطط حق المستقبل عشان يحقق هذا الهدف. واحد ثاني ممكن هدفه أنه يشتري بيت يضيف أهله وعياله، يبي يحقق حلمه بشراء بيت العمر. مثل ما أنتم عارفين خاصة بالكويت أسعار العقار عالية جدا، والإنسان أو الشخص كثر ما وفر صعب جدا أنه يحصل الفلوس الكافية أنه يشتري بيت، بس يبقى هذا هدف ويبي. وإذا الشخص إن شاء الله خلال هالتوك إذا ركزتوا معه وشفتوا الطريقة ممكن أن تحققون هذا الهدف حتى لو الأسعار صارت عالية جدا. غيرنا يبي يكون عنده مبلغ من المال حق الأميرجنسي، حق الطوارئ، على سبيل المثال صارت كورونا فقد وظيفته، يكون عنده مبلغ من المال يتركز عليه أو يعني يستفيد منه خلال الفترة اللي يكون مو موظف على ما يلقى له وظيفة ثانية. وبعض الناس يبي يكون عنده مبلغ من المال لما يتقاعد عشان ما يغير مستوى معيشته، يبي إذا تقاعد يكون عنده مبلغ كافي من المال إنه يسافر يروح ويشتري اللي يبي، ما يحرم نفسه من ولا شيء حتى لو نزل معاشه. هذيل كلهم تحتاج إنه يكون عندك مبلغ من المال عشان تحققه. شنو هي الوسيلة اللي ممكن تستخدمها عشان توصل حق هذا المبلغ من المال؟ شلون تجمع الفلوس عشان تحقق هذه الأهداف بأسرع وقت ممكن؟ أغلب الناس شو يسوون؟ لنفترض أننا نبي نركز على الشخص اللي يبي يشتري بيت، وهذا المثال ممكن يطبق على أي من الأهداف الثانية. لنفترض أن شخص يبي يشتري بيت والبيت يكلف 400,000 دينار كويتي ومعاشه 1,500 بالشهر. أغلب الناس شو يسوون؟ يقولك عشان أشتري البيت بخش من معاشي، بوفر من معاشي. فهذا الشخص قرر إنه يوفر ثلث معاشه، وهذا يعتبر يعني مبلغ كبير إنه توفر ثلث معاشك وتصرف فقط ثلثين. فاللي قرر يسويه إنه كل شهر بيخش 500 دينار وحطها بالبنك عشان إن شاء الله بالمستقبل يشتري البيت الأحلام. وهذا أغلب الناس اللي يسوونه، يجمعون فلوسهم يحطونهم بالبنك. إيش كثر راح يأخذ عشان يحقق
الهدف عشان يجمع 400,000، راح ياخذه 66 سنة فاصلة 67. والمشكلة حتى بعد 66 سنة ما راح يقدر يشتري البيت. ليش ما راح يقدر يشتري البيت؟ لأن سعر البيت اليوم هو 400,000، بعد 66 سنة طبعا سعر البيت راح يرتفع مع التضخم مع ارتفاع الأراضي. لو نفترض أنه تضخم، بس نحسب التضخم اللي هو 3%، سعر البيت نفسه اللي كان 400,000 راح يكون سعره 2,870,000. فهذا الشخص اللي قاعد يجمع 500 دينار بالشهر مستحيل يشتري بيت حتى بعد 66 سنة. فخلي ينسى الموضوع. الحين خل نروح حق شخص ثاني عنده طريقة مختلفة بأنه يوفر فلوس. بدال لا يخش الفلوس، بدال لا يخش 500 دينار كل شهر، هذا الشخص الثاني قال أنا بستثمر هال 500 دينار بالشهر، نفس المبلغ. الشخص السابق كان قاعد يخش 500، هذا الشخص قاعد يخش 500، قاعد يستثمر 500 دينار كل شهر، قاعد يستثمرها على سبيل المثال في السوق الأمريكي. كم راح يأخذه عشان يجمع 400,000 دينار كويتي؟ كم تتوقعون راح يأخذه؟ 18.5 years. طلع الفرق. الشخص اللي كان قاعد يجمع فلوسه يأخذ منه 66 سنة تقريبا، 67 سنة. اللي قاعد يستثمر فلوسه مع أنه قاعد يستثمر نفس المبلغ 500 دينار بالشهر راح يأخذه فقط 818 سنة عشان يحقق هالمبلغ هذا. طبعا مثل ما قلت لكم البيت اليوم سعره 400,000، بعد 18 سنة ما راح يكون سعره 400,000، راح يزيد سعره. بس حتى لو زاد سعره، لو نفترض أن الانفليشن 3% يزيد سعره 3% كل سنة، راح يقدر يشتري البيت بعد 24 سنة. وهذا معقول. يعني واحد لو يبدي يستثمر من أول ما يتوظف إنه يشتري بيت بعد 24 سنة شيء معقول جدا، مقارنة مع الشخص السابق اللي كان قاعد يجمع فلوسه حتى بعد 66 سنة ما يقدر يشتري البيت. فمثل ما شفتوا إنه إنكم تستثمرون فلوسكم وايد أفضل من إنكم تخشونهم بالبنك، لأن لما تستثمرون فلوسكم الفلوس قاعد تشتغل لكم، الفلوس قاعد تطلع أرباح، والأرباح اللي قاعد تطلعونها هم قاعد تطلع لكم أرباح. عشان تشوفون الصورة بشكل أوضح، you have this chart. في هذه الرسمة ال y axis هو المبلغ اللي يجمع الانفستر أو الشخص اللي قاعد يجمع فلوس، اللي قاعد يحط 500 دينار يخشها كل شهر. الـ x-axis هو the number of years. البلو لاين هو الشخص اللي قاعد يجمع فلوسه وقاعد يحطها بالبنك ما قاعد يستثمرها. الأورنج لاين اللون البرتقالي هو سعر البيت، يبدي ب 400,000 وقاعد يصعد من تضخم 3% كل سنة. واللون الرمادي هو الشخص اللي قاعد يستثمر فلوسه بالسوق الأمريكي اللي قاعد يطلع له 12% في السنة. لاحظوا بداية ما في فرق وايد بين اللي يجمع فلوس يحطهم بالبنك واللي يستثمرهم، بس شوفوا عقب فترة، شوفوا الصعدة اللي تصير حق اللي يستثمر فلوسه. It takes the longest to get the first million. يعني الشخص اللي قاعد يستثمر فلوسه على ما يجمع المليون الأول خذ له 25 سنة، بعدين خلال 15 سنة اللي بعدها قدر يزيده من مليون إلى 6 ملايين. وهذا فقط اني انا قاعد استثمر 500 دينار بالشهر، ما قاعد اسوي شيء ثاني، فقط 500 دينار بالشهر وصلتني الى 6 ملايين بعد 40 سنه، بدال ما يكون عندي اقل من 400,000 بعد 40 سنه. هذا الشخص اللي ما قاعد يستثمر فلوس، هذا الشخص اللي قاعد يخش فلوسه بالبنك فقط. لاحظوا ان اللي يخش فلوسه القيمه الشرائيه مالت الفلوس اصلا قاعد تقل، كان اقرب حق البيت بالبدايه من 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 النهايه من بعد 40 سنه. شنو الفكره اللي ابغى اوصلها مني؟ ان
investing is important because of the fact of compounding. من لأن لما تستثمر قاعد تطلع أرباح، من هالأرباح هم تطلع أرباح سنويا. على سبيل المثال بعد 20 بعد 25 سنة الاستثمارات يطلعوا لك مليون، بعدين بعد المليون هذا كل سنة قاعد تطلع أرباح تقريبا 10%، فهالمليون هذا قاعد يطلع لك 100,000 بالسنة. يعني 500 اللي قاعد تاخذه ولا شيء مقارنة مع الأرباح اللي قاعد تطلعها من استثماراتك من المليون. والكومباوندينج شوف شلون انه exponentially increase. المهم انه you're patient and you wait until compounding does its magic. لازم تنطرون، لازم you be patient to achieve this this speed of compounding. فالخلاصة من هذا كله your financial goal is like a destination. If you choose to save your money, إذا اخترت إن تخش فلوسك، كأنك قاعد تمشي حق الجول مالك أو قاعد تسوق جاري. أما إذا قررت لا أنا بستثمر فلوسي، كأنك ماخذ سيارة وقاعد تروح حق your destination in a car. You will reach it much faster. أتمنى إني أقنعتكم عن أهمية الاستثمار. The next step الحين اللي بوصلها لكم إنه how to invest your money to achieve a 12% return. In this chart, I'm assuming a 12% return. قاعد الافتراض إن أقدر أطلع 12% بالسنة. راح أوريكم إن أي شخص ممكن يطلع هالريتيرن بدون لا يكون عنده أي خلفية بالفاينانس، بدون لا يكون عنده حتى أي خلفية بالاستثمار. فقبل لا أقول لكم شلون، شوية نسوي تشويق، أخاف أقول لكم الحين وما تكملون التوك. فخلني let me explain some concepts first. Where can you invest your money? طبعاً you have many options to invest your money. على سبيل المثال ممكن تشتري عقار وتأجره، هذا العقار راح يدخل لك مدخول كأجارات. مثال ثاني ممكن تفتح مطعم، المطعم هذا راح يدخل لك عائد ويدخل لك أرباح. تفتح قهوة وغيرها من هالأمور. ممكن تفتح أي بزنس وهالبزنس راح يدخل لك أموال. بس طبعاً هذه الأمثلة اللي أعطيكم إياها تحتاج رأس مال. مثل ما قلت لكم أنا بعطيكم طريقة أي شخص يقدر يستثمر فيها ويطلع فيها فلوس بدون أي رأس مال. إذا تشتري عقار لازم تدفع، لازم عندك رأس مال كبير من البداية. وأنا I'm not assuming you have any of this. إذا تبي تفتح بزنس لازم يكون عندك expertise عشان تفتح البزنس. Again أنا قاعد أفترض إن ما عندك أي expertise ولا رأس مال ولا شيء. بادي من الصفر. You have these four options that we will focus on. ممكن تستثمر فلوسك in small company stocks، أسهم شركات صغيرة. لما أقول لك صغيرة، هذه صغيرة في أمريكا، يعني القيمة السوقية للشركات هذه بين 200 مليون إلى 2 مليار دولار. أو تقدر تستثمر في الشركات الأمريكية الكبيرة اللي هي قيمة السوقية مالتها فوق 10 مليار دولار. أو ممكن تستثمر في long term government bonds اللي هي سندات الحكومة الأمريكية long term، اللي على سبيل المثال شنو يعني سندات الحكومة الأمريكية؟ الحكومة الأمريكية تحتاج فلوس تصدر سندات، وأنت كمستثمر ممكن تشتري هالسند هذا. لما تشتري هالسند أنت كأنك أقرضت الحكومة الأمريكية فلوس. فبعد فترة من الزمن for long term it's around 10 years، بعد 10 سنين تقريبا الحكومة الأمريكية راح ترد لك رأس مالك، وخلال هالعشر سنوات راح تعطيك هي فوائد على هالقرض هذا. كأنك أنت قاعد تقرض الحكومة الأمريكية فلوس. والتريجري بيلز هو نفس الشيء، قاعد تقرض الحكومة الأمريكية but these are usually short term. عادة يكون القرض في تريجري بيلز حق أقل من سنتين. السؤال هو وين المفروض تستثمر فلوسك؟ هل تستثمرهم في شركات صغيرة، شركات كبيرة، تقرض البنك بسندات، ولا short term government bonds؟ Let's take a look at the historical return of these assets. خلينا نشوف تاريخيا شلون كان المردود مالهم. لنفترض انك استثمرت دولار واحد فقط،
في السمول ستوك في السمول كومباني ستوكس، استثمرت دولار واحد فقط في اللارج كومباني ستوكس، استثمرت دولار واحد فقط في اللونج تيرم جوفرمنت بوندز اللي هو انك تغرض السندات طويله الامد، واستثمرت هم دولار واحد في تريجري بيلز السندات قصيره الامد. لنفترض ان هذا الدولار استثمرته انت في 1926 يعني قبل اكثر من 90 سنه. لو تلاحظون ان الدولار لو استثمرته بالشركات الصغيره كان راح يصير عندك في 2016 يعني بعد 90 سنة 24,113 دولار. لو انك استثمرتهم في الشركات الامريكية الكبيرة كان صار عندك تقريبا 5000 دولار. لو استثمرتهم انك قاعد تعطي قروض حق الحكومة الامريكية قروض طويلة الامد كان صار عندك 120 دولار. لو ان اعطيتهم قروض قصيرة الامد كان صار عندك 22 دولار. لاحظوا ان الاكسس مني از لوغاريتميك، يعني the increase is not linear, the increase is exponential لان السكيل هير از لوغاريتميك. دولار واحد صار 24113 بعد 2000 بعد 90 سنه. فالسؤال اللي يطرح نفسه why would anybody buy anything other than stock small stocks، ليش استثمر في شيء ثاني؟ سمول ستوك واضح انه قاعد يعطيني اعلى مردود، ليش استثمر في شيء ثاني؟ ليش مو العالم كله يستثمر في شركات صغيره الامريكيه؟ الجواب هو because of the risk. So what do I mean by risk? In order to understand risk عشان اوضح لكم موضوع الريسك I need to explain two important statistical concepts that are used to summarize financial data. I promised أوعدكم أن هذا these are the only two equations that you will see in the talk. أنا قاعد أحاول أبسط التوك كثر ما أقدر. أول شيء عندك الأفريج ريتيرن. الأفريج ريتيرن هو معدل المردود للسهم. شلون تحسبه؟ تشوف المردود بالسنة الأولى مثلا 10%، السنة الثانية 0%، السنة الثالثة 20%، السنة الرابعة 40%. تزيدهم كلهم على بعض وتقسم على عدد السنوات راح يطلع لك معدل مردود السهم. طبعا كل ما ارتفع معدل مردود السهم او معدل مردود الاستثمار كل ما صار احسن لان بالنهايه قاعد يدخل لك ارباح اكثر. The second statistical concept is the standard deviation. The standard deviation measures the degree to which the yearly returns differ from the average. يعني ايش كثر ممكن الأرباح تختلف من الأفرج من سنة إلى سنة. ومن هذه الإكواجن تقدرون تشوفون أن مثلاً لو في سنة من السنين return is much lower than the average this number will be high. If you put it to the power of two this number will be even larger. فكل ما زاد ال variability أو كل ما returns are far from the average كل ما زاد standard deviation. Basically we will use standard deviation to measure the risk. خل أوضح لكم الصورة بشكل أكثر. خل نأخذ مثال. Suppose you have two hypothetical stocks, stock A and stock B. Stock A, the return in year 2016 is 9%, 2017 is 11%, 2018 is 10%, 8%, 12%. لما طلعوا الافرج, you will find that the average return is 10%. Stock B is much more volatile. لو تشوفون ان اول سنه ناقص 10, ثاني سنه 30, ارتفع وايد. ثالث سنه 50, بعدين يطيح ناقص 30, بعدين 2020 10. فلو تشوفون ان ستوك بي فيها تذبذب كبير يعني يرتفع وينزل بشكل كبير مع ان ستوك بي الافرج ريتيرن نفس ستوك اي بس لان ممكن الاستثمار يخسرك وممكن يربحك وايد وي كونسيدر ستوك بي از ماتش مور ريسكي ذان ستوك اي لان ستوك بي از ماتش مور ريسكي فيها تغيرات كثيره فيها فاريبيليتي كبير ذا ستاندرد ديفيشن از هاير اند سو Stock B is considered much more risky than stock A.
standard deviation is used to measure risk. If you were to choose between these two stocks, which one would you choose? Most people would choose stock A. ليش؟ لأن stock A أأمن وبنفس الوقت تعطيني return نفس stock B. فليش أجازف واستثمر stock B وممكن باكر أخسر 20% من فلوسي 30% من فلوسي وغيرها. عادة in order to accept more risk, إذا لو أن الريتيرن مال ستوك بي مثلاً 15% ممكن I accept the risk, the extra risk in stock B to get the extra return in stock B. ف let's go back to the chart that we had before. Again, what we mean, so let's find the mean and standard deviation for small cap companies, large cap companies, long-term government bonds and treasury bills to compare the risk reward for each of these investment assets. مثل ما تشوفون الشركات الصغيرة تعطيك أعلى ريتيرن، طبعا هذا شفناه احنا بالشارت، بس هم تعطيك أعلى خطر، ستاندرد ديفيشن 36%. الشركات الكبيرة تعطيك ريتيرن أقل بس الريسك مالها أقل، ستاندرد ديفيشن 20%. السندات الحكومة الأمريكية طويلة المدى تعطيك ريتيرن أقل بس هم الريسك أقل، والسندات الحكومة الأمريكية الشورت تيرم تعطيك ريتيرن أقل وهم الريسك أو الخطر هو أقل. فمثل ما تشوفون if you want to get a higher return you have to accept a higher risk. من كذي مو كل الناس يستثمرون في small company stocks، لأن for some people small company stocks is very risky وهو مو مستعد إن he accepts a lot of variability. لما يشوف إن السهم خسر خلال سنة 30% يخاف ما يقدر يستمر فيه، فيروح يبدل ياخذ اشياء مضمونه اكثر. اللي عنده نفس طويل ويقدر يتحمل هالخسارات الشورت تيرم لوسز هي هاز ذا عنده القدره على تحمل الريسك او الخطر، ممكن يستثمر في السمول كومباني ستوكس. ف مثل ما تشوفون تريجري بيلز هاز ذا لوست ريتيرن ذا لوست ريسك، ذا بوندز هاف ذا هاير ريتيرن هاير ريسك. مني the y axis is the return, the x axis is the risk خطوره. Large company stocks have a higher risk but a higher return. Small company stocks has the highest return and the highest risk. فاول درس مفروض تتعلمونه ان risk and return go hand in hand. اذا تبي مردود اعلى لازم تقبل خطر اعلى، اذا تبي خطر اقل لازم تقبل ان المردود يصير اقل. ما يصير تاخذ ريتيرن عالي مردود عالي بدون لا تاخذ خطر عالي. زين، اللسن الثاني او الدرس الثاني المفروض اي شخص يعرفه انه asset diversification، لازم توزع استثماراتك، ما يصير تستثمر كل فلوسك في شركه واحده. طبعا كلكم سمعتوا المثل اللي يقول don't put all your eggs in one basket، لا تحط كل البيض اللي عندك في سلة واحدة. في بعض الناس يقول لك لا أنا ما مو مقتنع في هذا المثل، وأكبر دليل إنه لو أنك استثمرت 100,000 في أمازون في سنة 2000 كان الحين بعد 20 سنة صار عندك أكثر من 8 ملايين دولار. يقول لك ليش أنا استثمر بالسوق الأمريكي؟ أمازون قاعد يطلع لي وايد أعلى. واحد ثاني يقول لك صح كلامه، لا تحط كل فلوسك، لا قصدي حط كل فلوسك بسهم واحد تربح وايد، لا توزعهم، يعني تحطه بالسوق الامريكي كم يعطي؟ 15% ولا شيء. لو حاط 100,000 في ابل في سنه 2000 كان عندك الحين 11 مليون دولار. وهذا الكلام صحيح 100%. ليش مو كل الناس سووا كذي؟ ليش مو كل الناس حطوا فلوسهم في سهم واحد؟ الجواب انه investing in one stock is extremely risky. Let me show you why. لازم اوريكم الحين، احاول اقنعكم ليش انه it's extremely risky. في سنه 2000 ما حد كان يعرف امازون، فاحتماليه بسيطه انك تحط فلوسك كلها في امازون. في سنه 2000 قليل جدا اللي متوقع كان ابل انه ينجح هذا النجاح الكبير، فما حد توقع او ما حد قدر حط فلوس كثيرة في أبل عشان يطلع الفلوس هذه.
في سنة 2000 شنو كان مكسر الدنيا؟ نوكيا كان مكسر الدنيا، كان مكتسح كل التليفونات الناس تستخدمها نوكيا. لو أنك حطيت 100,000 في نوكيا في سنة 2000 كان اليوم أنت خسران 90,000، يعني صار عندك من 100,000 إلى 10,000. زين، أنا أعطيكم مثال ثاني. لو أنك حطيت 100,000 في جنرال موتورز في سنة 2000، جنرال موتورز هي شركة سيارات أمريكية، وطبعاً هي اللي تسوي شيفروليت، بويك، جي أم سي، كادلاك، كلها سيارات جنرال موتورز تسويها. لو حاطها في سنة 2000 واحد يقول لك لا، جنرال موتورز مضمونة، مستحيل أخسر فيها فلوس. لو أنك حطيت 100,000 أو كل فلوسك في جنرال موتورز في سنة 2000 كان خسرت كل فلوسك. ليش؟ لأن جنرال موتورز أعلنت إفلاسها في سنة 2008 مع الأزمة، مع الفاينانشال كرايسيس، مع 2007-2009 فاينانشال كرايسيس، وكل اللي استثمروا في جنرال موتورز قبل 2008 خسروا كل فلوسهم. بعدين تدخلت الحكومة الأمريكية وقومت الشركة من جديد، بس اللي استثمر في جنرال موتورز قبل 2000 خسر كل فلوسه، ما عوضوا ولا شيء. فاللي أبي أوصل له إنه if you invest in just one, if you use just one investment, you could easily get wiped out. من كذي يقولوا لك don't put all your eggs in one basket، لا تحط كل البيض في سلة واحدة، لأن إذا طاحت منك هذه السلة فلوسك كلها بتروح عليه. مفروض you diversify، مفروض توزع استثماراتك across different assets. إذا واحد قال لك لا 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 ما عليك، حطه بسهم واربح فيه، قل له شنو السهم؟ Can you predict what will be the next company؟ تقدر تقول لي شنو السهم اللي الحين بيطلع بيكسر الدنيا نفس أمازون ولا أبل؟ ما حد يقدر يقول لك شنو هالسهم اللي راح يكسر الدنيا. أمازون وأبل ما حد يقدر يتوقع أنهم راح ينجحون هذا النجاح اللي وصلوا له. أتوقع حتى لو تسأل جيف بيزوس في 2000 هل تتوقع أنك راح تصير أغنى رجل بالعالم؟ ما راح يقول لك إنه لا، ما راح يقول لك إنه صدق كان يتوقع، ما حد يتوقع هالشيء. إذا هو نفسه ما يتوقع هالشيء فما بالك الناس شلون يتوقعون هالشيء؟ زين، ليش مهم you diversify your assets؟ So when you diversify your assets you make a portfolio. Portfolio هي محفظة. محفظة يعني أنك تملك أكثر من استثمار، ما تملك استثمار واحد، ممكن تملك جزء من استثماراتك في الأسهم وجزء منهم بالسندات وغيرها. شفنا إحنا بالتيبل السابق أن إذا استثمرت في الشركات الأمريكية الكبيرة الريسك is 20%، standard deviation is 20%. إذا استثمرت في شركة واحدة من هذه الشركات الكبيرة هل standard deviation still 20%؟ So is the standard deviation of a typical stock in that portfolio also 20%؟ هل risk of holding just one company، إذا اخترت شركة واحدة من الشركات الكبيرة الأمريكية هل الخطورة مالتها 20%؟ الجواب هو لا. لو تأخذ one company in random، تختار واحدة من الشركات الأمريكية طريقة عشوائية، راح تشوف ان الريسك مالها او ستاندرد ديفيشن از اولموست 50%، يعني حيل عالي. اذا كبرت محفظتك وخذيت سهمين بدل سهم واحد بشكل عشوائي من السوق الامريكي راح تقلل الريسك الى 37.4%. ولاحظوا كل ما تزيد عدد الاسهم اللي بمحفظتك كل ما يقل الريسك الى ان توصل الى 19.2. تتوقعون إذا زدنا عدد الأسهم أكثر من 1000 هل راح يقل الريسك؟ الجواب هو لا. We cannot get rid of all the risk by adding more stocks. ليش we cannot get rid of all the risk by adding more stocks؟ الجواب هو أن في 2 types of risk، في idiosyncratic risk وفي systematic risk. Idiosyncratic risk is related to a specific company، يعني ممكن جوجل يرتفع سهمها أو ينزل سهمها لأن رفع عليها قضية احتكار. هذا is related to a company by itself، ما راح يأثر على السوق كله. ف this type of risk you can diversify، ممكن تتفادى أنك تشتري أكثر من سهم، عشان إذا طاح جوجل ما يأثر عليك وايد، عندك سهم أبل، عندك أمازون، عندك أسهم ثانية تعوض. في شغلة ثانية اسمها systemic risk which is non-diversible risk. شنو systemic risk؟
هذا اللي يصير بالسوق كله. على سبيل المثال لما جاء الفاينانشال كرايسيس في 2007 الى 2009 كل السوق طاح بلا استثناء. فلو شنو انت لو شاري السوق كله راح تطيح اسهمك كلها مع السوق. هذا you cannot diversify away. ف as you increase your number of stocks your risk decreases until you reach a point where your risk is no longer you can no longer decrease the risk. The systematic risk you cannot remove. فالدرس الثاني اللي أبي يوصلكم إن you should invest in many assets to reduce risk. Don't invest in a single asset. زين. لنفترض إن واحد سمع كلامي وقال أنا خلاص بستثمر في السوق الأمريكي كله. بستثمر في S&P 500. S&P 500 هي أكبر 500 شركة في أمريكا. عشان أيديفرسيفاي عشان أقلل الريسك مالي بستثمر في بشتري سهم من كل شركة من هذه ال 500 شركة من ال 500 شركة الأكبر في أمريكا. This will cost him $91,500. طبعاً ما تقدر تشتري a fraction of a stock. You have to buy one stock from each. طبعاً هذا مبلغ كبير. إحنا أنا وعدتكم بداية التوك إنه I will give you something you can invest in using 500 KD or $1,500. So if I'm only investing $1,500 every month, شلون أقدر أحصل a diversified portfolio with just $1,500؟ طبعاً إن أشتري كل السوق الأمريكي هذا صعب جداً مثل ما شفته. أنا فقط عندي 1500 وعشان أشتري السوق الأمريكي كله أحتاج 91,000. الجواب سهل جداً. Use exchange traded funds أو ETFs. ما أدري إذا سمعتوا عنهم الـ ETFs بس what are ETFs? ETFs are basically or in simple terms واحد شاف إنه أوكي في ناس وايد ريتيل انفسترز عندهم سيوله قليله او راس مال قليل ويبون يستثمرون بالسوق الامريكي كله، يبون يوزعون بالريسك بس ما عندهم القدره ان يشترون السوق كله. فشنو سوى؟ فكر قال خل اسوي شركه انا، الشركه راس مالها كبير وهالشركه هذه بشتري انا السوق الامريكي كله، بشتري اكبر 500 شركه بالسوق الامريكي. فشركتي انا الحين تملك اسهم من كل السوق الامريكي. فاذا السوق الامريكي ارتفع شركته هذا الشخص راح ترتفع، واذا السوق الامريكي طاح شركته هو بعد راح يطيح. بعدها ايش سوى؟ قال ايون ايشو ستوكس، راح اطلع انا اسهم عدد اسهم كبير لدرجه اني اقدر ابيع اسهم شركتي انا بسعر معقول حق المستثمرين. فالحين المستثمر الصغير ممكن يروح حق الشركه هذه اللي تملك السوق الامريكي ويشتري سهم هذه الشركه اللي تملك السوق الامريكي. لما يشتري سهم من هذه الشركه كانه شرى جزء من السوق الامريكي، لان هذه الشركه ترتفع مع السوق الامريكي وتنزل بالسوق مع السوق الامريكي، لان هذه الشركه تملك كل الاسهم اللي موجوده بالاس ام بي 500. This is basically what we mean by exchange traded funds. طبعا the price of the exchange traded fund must be accessible. المفروض ان السعر على الاقل اقل من $1,000 عشان اي شخص يبي يستثمر بالسوق الامريكي يقدر يستثمر. So how can I invest in ETFs? شلون اقدر استثمر في الـ ETFs هذا اللي قاعد اتكلم عنها؟ It's very easy. تشتري كأنه سهم بالسوق. If you for example if you want to buy small US company stocks اسهم الأمريكية الصغيرة اللي تسويه انه you go to your trading platform you write VTWO راح تشوف انه في Vanguard Russell هذا اسمه الـ ETF Vanguard Russell 2000 ETF. هذا إذا شريته هو سعره 100 السهم الواحد منه سعره 178 كأنك شريت كل الأسهم الصغيرة الأمريكية، كل أسهم الشركات الأمريكية الصغيرة. فإذا عندك أنت مثلاً 1500 قاعد تستثمرها كل شهر ممكن تشتري من هذا تقريباً 7 أسهم. نفس الشيء حق اللارج يو اس كومباني ستوكس، إذا تبي تشتري الشركات الكبيرة الأمريكية ممكن تستثمر في ETF اسمه Vanguard S&P 500 ETF. اللي تسويه إنه you go in your trading platform you search for VOO
راح تشوف ان سعره الحالي تقريبا 364. يعني if you have $1,500 you can buy almost 5 of these stocks. لما تشتري هذا الـ ETF كأنك استثمرت بالسوق الأمريكي كله. ونفس الشيء حق السندات الحكومية طويلة الأمد والسندات الحكومية قصيرة الأمد، تقدر تشتري هذا الـ ETF اللي هو الـ VGLT والـ VGSH كأنك أقرضت الحكومة الأمريكية ويدايفرسيفايد، ما أعطيتهم قرض واحد، أعطيتهم قروض كثيرة عشان إذا واحد صار ديفولت عندك غيرها تعوضك. طبعاً Long Term Government Bonds أو Treasury Bills have a very low risk of default. الخطورة أن تفلس الحكومة الأمريكية هو قليل جداً، فمن شذي هذا يعتبر very safe investments. ليش أنا اخترت Vanguard ETFs؟ لأن الإكسبنس ريشيو is very low compared to other ETFs. يعني على سبيل المثال لما تستثمر $100 في هذا الـ ETF بالسنة يأخذون منك 10 سنت which is nothing. لو يطلع لك هذا السهم 12% تعطيهم 0.1 يعني يطلع لك 11.9%. الـ VOO has even a lower expense ratio. يعني إذا استثمرت $100 فقط تدفع 3 cents for every year for using this ETF. طبعاً هذا التكلفة بسيطة جداً مقارنة مع الـ benefits that you get from this diversification. يعني وفر لك، أعطاك accessibility حق السوق الأمريكي كله بسعر بسيط وتكلفة سنوية قليلة جداً for them to manage this fund. الحين نرد حق سؤالنا الأولي، where should you invest your money؟ الحين عرفنا أن نقدر استثمرهم في small company stocks، الأسهم الأمريكية الصغيرة الكبيرة، سندات طويلة الأمد، سندات قصيرة الأمد عن طريق هذين الـ ETF. زين الحين أنا شنو ما أدري شنو أشتري؟ أشتري الشركات الأمريكية الصغيرة ولا الكبيرة ولا سندات طويلة الأمد ولا سندات قصيرة الأمد؟ الجواب يعتمد على your risk preference، أنت قدرتك على تحمل الريسك. If you have a high risk preference ممكن تتقبل ريسك كبير، I would recommend that you buy small company stocks لأن even though the risk is high خطورة عالية بس المردود هم عالي جدا. إذا أنت somewhat in between you can buy the large company stocks. إذا أنت تخاف من الخطر ما تبي أي فرصة أن فلوسك تقل، لازم تشتري سندات الأمريكية طويلة الأمد أو قليلة الأمد. إنزين ممكن تيجي تقول لي أنا ما أدري شنو معي risk preference، أنا أول مرة استثمر ما عندي خبرة بالاستثمار وما أعرف شنو أنا مدى تقبل الخطورة. أنا أقدر أقول لك إنه ممكن تسمع نصيحة وارن بافيت. وارن بافيت ما أدري إذا تعرفونه، هذا من أغنى الناس اللي بأمريكا، وهذا حقق ثروته عن طريق الاستثمار. يعني مثلاً جيف بيزوس حقق ثروته عن طريق ابتكار أمازون، بيل جيتس حقق ثروته عن طريق ابتكار مايكروسوفت، ملوت أبل هم حققوا ثروتهم عن طريق ابتكار شركة أبل. هذا ما ألف ولا شركة، لا شغله بس يستثمر في شركات ويربح منهم. يقول لكم هذا الشخص أعتقد حاليا هو the fifth most wealthy person، يقول لكم for most people the best thing to do is to own S&P 500 index fund. يعني يقول لك اشتر large company stocks، يعني اشتر ال VOO. You just enter into your trading account whenever you have money, buy VOO, the Vanguard S&P 500 ETF. السؤال هو زين هل قاعد تعطيني هل 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 الاوبشن بس لاني انا ما افهم بالسوق، ولا صدق ال S&P 500 the performance is very good، the performance does much better than most other investment firms. So is investing in S&P 500 a good strategy? Let's take a look at this chart. In this chart, plots عدد الفانز، عدد شركات الاستثمار on the y-axis والسنوات. The blue line, the solid blue line is the number of investment companies، عدد شركات الاستثمار اللي موجودة بالسوق الأمريكي. اللون الأزرق المشخط the dashed blue line is the number of funds that beat the Vanguard 500 over the past year. هذه الشركات الاستثمار اللي قدروا يطلعون أرباح أعلى من الـ S&P 500، السهم اللي رشحها وارن بافيت.
لاحظوا ان الشركات اللي قدروا يطلعوا ارباح اكثر من الاس ام بي 500 اقل من نص الشركات. شوفوا المني الشركات قليله جدا اللي قدروا يطلعون اكثر من الاس ام بي 500. مره ثانيه مني عدد شوف عدد شركات الاستثمار ايش كثرهم، قليل جدا اللي قدر بيت الاس ام بي 500. ف الاس ام بي 500 is a very good investment strategy. احتمال كبير انه even if 50% beat the S&P 500 for one year, احتمال كبير ان they beat it by luck. يعني اذا تشير 50% بيصير احسن من الـ S&P 500 و50% بيصير اسوأ من الـ S&P 500. عشان تحسبها in a better way, the pink solid line represents the funds او الشركات الاستثمار اللي بقوا بالسوق حق اكثر من 10 سنوات او 10 سنوات او اكثر، وال dotted pink line represents الشركات من هذيلة اللي قدروا they beat the S&P 500 for a period of 10 years. يعني قدروا they beat the S&P 500 حق 10 سنوات. لاحظوا عددهم شلون بسيط جدا، قليل جدا اللي يقدر they beat the S&P 500 for long period of time. فالخلاصة من هذا كله انه انك تستثمر في S&P 500 حتى لو ما تفهم شيء بالسوق راح تسوي وايد احسن من شركات الاستثمار. وشركات الاستثمار هاي طبعا مختصه وعندها انالست يقرون الاخبار، عندهم كمبيوترات سريعه وغيرها وغيرها وغيرها. ف again this is supporting the fact that investing in S&P 500 is a good strategy. قبل لا ننتقل on to how to get started with investments، انا لازم انبهكم على شغلتين. اول شيء مهم جدا ان تكون صبور، you have to be patient. ما راح تصير مليونير خلال سنه او سنتين، لازم تنطر، لازم تتحمل، لازم تستمر كل شهر تدفع او تلتزم بالخطه اللي حطيتها، كل شهر بحط 500 دينار تلتزم حق فتره طويله وما تسحب منها الفلوس، تخلي الفلوس تنمو بروحها. لان اذا بديت تسحب منها راح يخترب المومنتوم مال الانفستمنت. وهذا الشارت يوريك هالشيء هذا. عندك اربع اشخاص، احمد، علي، عيسى، وناصر. كلهم استثمروا بالـ S&P 500، كلهم استثمروا بالسوق الأمريكي Large Company Stocks وقاعد يطلعون 12% بالسنة. الفرق بينهم أن بعض الأشخاص سحب فلوسه من بكر، ما خلاها تنمي. أحمد الوحيد اللي التزم وكل شهر قاعد يحط 500 دينار حق مدة 40 سنة وما سحب منهم ولا شيء. بعد 40 سنة راح يكون عنده around 4.5 مليون دولار. هذا لأن أحمد ما سحب ولا شيء من فلوس. خلينا نشوف الشخص الثاني اللي هو البلو لاين، ناصر. ناصر لنفترض أنه التزم بالاستثمار 500 دينار كل شهر حق مدة تقريبا 30 سنة، بعدين قال خلاص أنا لازم أشتري بيت، فسحب منهم 1,000,000 دينار بعد 30 سنة، بعدين كمل يحط 500 دينار كل شهر وباقي الفلوس هم كملوا استثمارات. فبعد 40 سنه صار البالانس ماله تقريبا 1,500,000. لاحظوا الفرق بين احمد وناصر، بس لان ناصر سحب 1,000,000 دينار خلال سنه 30. هنروح حق اللي بعده، علي. علي نفس الشيء، التزم الى سنه 20، بعد 20 سنة سحب 400,000. نفس الشيء، يقول كان عنده شيء طارئ احتاج انه يسحب ال 400,000. بعدين التزم بالاستثمارات اللي هي 500 دينار كل شهر. لاحظوا حتى لو تلتزم بعدها صعب جدا ترد تصعد، لان انت you broke the momentum، خربت ال compounding effect مال الانترست. فبنهاية البيريد صار عنده تقريبا بين او تقريبا 750,000. لاحظوا صار اقل من ناصر، مع ان ناصر سحب 1,000,000 دينار ما سحب 400,000، لان ناصر خلى استثماراته فتره اكبر 30 سنه. واخر واحد عندنا عيسى سحب 250,000 في سنه 16، في بعد 16 سنه وبعد 32 سنه. عيسى هو باللون الاصفر، لا تلاحظون نزل استثماراته، بعد رد التزم 500 500 500 كل شهر، بعد في سنة 32 سحب مرة ثانية 250,000. لاحظوا أن عيسى هو أقل واحد وصل بالنهاية، لأنه he keeps breaking the investments، ما التزم، ما صار patient،
كل شوي كان قاعد يسحب من استثمارات. لو تحسب الاجريجيت اللي طلعه كل شخص، احمد من هال 40 سنه طلع 4 ملايين ونص، ناصر طلع تقريبا 1.5 مليون. 1.5 مليون تشمل بوث المليون اللي سحبها والاماونت اللي صار عنده نهايه البيريد. علي تقريبا عنده شوي فوق المليون. ليش؟ لانه سحب 400,000 سنه 20 بعدين التزم وبقى معاه 750,000 نهايه السنه. وعيسى صار عنده اقل من مليون لانه ما التزم وسحب مرتين خلال سنه 16 وخلال سنه 32 سحب 250,000. فلو تلاحظون احمد اللي التزم بالاستثمارات وما جاسهم قدر يطلع اكثر مبلغ. عيسى اقل واحد التزاما، اقل واحد طلع. بس في كل الحالات اللي يستثمرون افضل من انك تخش فلوسك بالبنك. لو حتى لو تسحب منهم افضل من انك تخش فلوسك بالبنك وما تستثمرون. شغله ثانيه احب انبهكم عليها، اهميه ان يو كومبوز يور سيلف. لازم ما تخاف لما يطيح السهم، لازم تقضب نفسك، لازم تتحمل طيحه السهم وتستمر بال 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 بالخطه مالتك. على سبيل المثال لما صار الدوت كوم كراش من 2000 إلى 2002، الاس ام بي سوق الامريكي لارج كومباني دروبت باي 44.7%. يعني لو ان عندك مليونين كان خسرت مليون دولار خلال هذا الازمه. لو انك بعتهم، لو انك خفت وبعت الاسهم كان خسرت المليون وخلاص راحت عليك. لو انك مسكت فلوسك، اقصد لو انك خليتهم بالسوق ما 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 بعت اسهمك وخليتهم الى اليوم، كان يو تريبل يور ماني، يعني ثلاث اضعاف، كان فلوسك صاروا ثلاث اضعاف. يعني المليون خلال فتره الازمه، المليونين اقصد خلال فتره الازمه صارت مليون، لو ان مخليهم الى اليوم كان المليونين صاروا تقريبا 6 ملايين. فهذا يوريك the importance of holding on to your investment. لا تخاف وتبيع، you're in it for the long term. انت جاي تبي تستثمر حق المدى الطويل، ما لك شغل طاح خلك استثمر كمل في خطة الاستثمار. نفس الشيء في الفاينانشال كرايسيس، الأزمة الاقتصادية 2007-2009 S&P 500 dropped 56%. نفس الشيء لو عندك مليونين تقريبا صار مليون، لو انك بعت كان خسرت فلوسك، لو انك لا التزمت وكملت كان فلوسك تدوبلوا، المليونين طاح صار مليون بعد ردوا اليوم صعدوا وصاروا 4 ملايين. لما تطيح you realize the loss, you achieve the loss. أما إذا خليتهم بالسوق مردهم بالنهاية يرتفعون. وهذا اللي يصير في كل الأزمات تاريخيا. طبعا في أزمة الكوفيد 19 S&P طاح 34%. لو أنك بعت كان خسرت 34% من فلوسك، لو أنك لا التزمت ما بعت فلوسك كان فلوسك زادوا 21%. ف this is the importance of being composed. لازم تحافظ على، يعني ما تخاف وتبيع، لا انت داش حق لونج تيرم، استمر بالسوق. اخر شيء ابي اتكلم عنه is how to get started. شلون استثمر؟ وين اقدر افتح حساب واستثمر فلوسي؟ في عندك many options. مني انا بعطيك two options just to be concrete عشان يكون عندك a starting point. One option is to invest your money in a platform called TD Ameritrade. هذا شركة امريكية، شركة تداول امريكية. مميزاتها انه ما فيها transaction fees، يعني لما تشتري سهم ما ياخذون منك عمولة، وما فيها minimum investment required. ما يقول لك انه لا عشان تفتح حساب لازم يكون عندك مثلا 20,000 دينار ولا 50,000 دينار. لا، حتى لو تبي تستثمر $100 يفتحون لك حساب، ما عندهم مشكلة. مشكلتها أو the disadvantage is that you have to file your own taxes every year. لازم أنت ترسل الضرائب حق أمريكا كل سنة أنت شخصيا، أنت من نفسك. طريقة ثانية تفتح حساب تداول بالكويت. تقريبا كل بنوك الكويت عندهم حسابات تداول. مني أنا بعطيكم مثال البنك الوطني.
ميزة إن they will file the taxes for you. يعني بعد سنة كل سنة راح يدقون عليك يقولون تعال نبيك توقع على أوراق الضرائب. تروح لهم توقع وهم يسوون لك الشغل. سلبياتها إن في transaction fees، كل ما تشتري سهم يأخذون منك عمولة ويطلبون منك minimum investment required، لازم على الأقل تستثمر 25,000 عشان يفتحون لك الحساب. طبعاً في شركات غيرها، يعني إذا تبي بنك إسلامي في بوبيان كابيتال، في بعد أم بي كي إف إتش كابيتال بنك بيت التمويل، وفي غيرها وايد which you can find in this link. One final disclaimer is that you should invest at your own risk. يعني أنا أعطيكم نصائح أقول لكم شنو أفضل طريقة للاستثمار، بس من نهاية أنت تتحمل تبعات قراراتك. يعني إذا خسرت فلوس وخفت وبعت وإذا صار شيء it's at your own risk. أنا ما يعني الاستثمار ماكو شيء فيها مضمون، لازم تتقبل هالشيء. يعني إذا صارت مثلاً استثماراتك بتروح فيها، بس شنو احتمالية أنها تصير؟ قليلة جداً. If you're not willing to take the risk, you will not be able to get the return. Like I said, نفس الدرس الأول اللي قلت لكم، risk and return go hand in hand. عشان you accept more risk، عشان you get more return، لازم you accept more risk. فبكل بساطة اللي تسويه إنه تفتح حساب في TD Ameritrade أو MBK Capital وتروح تشتري كل شهر الـVOO ETF. هذا أبسط شيء ممكن تسويه، كل شهر تستمر على هالشيء، وإن شاء الله بعد فترة طويلة راح يكون عندك مبلغ محترم ممكن تحقق فيه أرباح أو ممكن تحقق فيه أهداف كثيرة أنت كنت حاطها في بالك. وشغلة أخيرة، إذا تبي تخطط حق مستقبلك أو تبي تخطط حق مبلغ معين تبي تجمعه، ممكن تستخدم هذه الكالكوليتر. So this calculator or this website, what you put is that you have your initial investment. كم عندك أنت بالبداية؟ مثلاً حطينا مني عندي أنا 100,000 حالياً. كم بحط كل شهر؟ مثلاً بحط 1500 دولار كل شهر أو 500 دينار. إيش كثر الفترة اللي أبي أستثمرها؟ أبي أستثمر حق 30 سنة. شنو أتوقع الريتيرن مال الانفستمنت؟ على سبيل المثال ذا S&P 500 أو السوق الأمريكي للشركات الكبيرة، حط 12%. أو إذا تبي تصير on the safe side, if you want to be conservative, you can put less than that, 8%, 9%, 10%. على هالأساس based on your initial investment, your yearly contribution or monthly contribution, the length of time and the interest rate راح يحسب لك ايش كثر راح تطلع بعد 30 سنه. ف if you press calculate on this calculator راح يقول لك بالضبط انت راح تبدي مني ب 100,000، كل شهر قاعد تستثمر 1500 دولار. الجرين لاين از ذا توتال كونتريبيوشن اف يو وير تو سيف ذا ماني ان ا بانك، والريد لاين از ذا فيوتشر فاليو اف يو وير تو انفست ات in an investment that gives you 12% per year. فممكن تستخدمون هذه الكالكوليتر عشان تحسبون مثلاً أبي أنا بعد 30 سنة يكون عندي مليون. ممكن by trial and error تجربون كم لازم أحط بالشهر عشان بعد 30 سنة يصير عندي مليون، كم لازم أحط initial investment. You can try different combination based on your own preferences ولا based on your own circumstances. Oh, that's it for my talk. If you have any questions, I'm more than happy to take them. Muhammad Ali, تفضل. السلام عليكم. يعطيك العافية. عافية. دكتور عندي سؤال او اكثر من سؤال اذا ممكن تفيدني الحين. رقم واحد، الحين الانفستمنت قلت كل ما طول اكثر كل ما صار احسن، زين واتس ذا بوينت اوف انفستينج اف اتس غانا بي انفينيت؟ يعني او كل ما تقول كل ما كملنا صار اطول صار احسن صار احسن، كنا قاعد تشجع انه ما اطلع، زين ذن واتس ذا بوينت اف اي دونت كاش ان او استفيد من الاستثمار؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، يعني مثل ما قلت انت الفاينانشال كراشز صاروا بوقت nobody can predict، فاللي دش خلينا نقول
قبل الكراش نورمال يعني how long did it take to recover from that؟ إذا قلنا I'm going for the long run. هذا ثاني شيء نسيت شنو الثالث بس هذه السؤالين ممكن نتجاوب عليهم. مشكور. شكرا على سؤالك. أول شيء بخصوص السؤال الأول you have a very valid point. شو الفائدة استثمر فلوسي إذا الفلوس اللي أطلعهم بعد 40 سنة ما استأنست بحياتي أنا يعني. فلوسي كلها قاعد أجمعها بعد 40 سنة راح يصير عندي 4 ملايين و500. What's the point? This depends on the person himself. على سبيل المثال ممكن أحمد مو أفضل شخص يعني مو اللي سواه أحمد هذا مو أفضل شيء. ممكن أنت بالنسبة لك اللي سواه ناصر أفضل قاعد تخش فلوسه حق 30 سنة بعدين صرف منهم مليون يعني فضل يصرف الحين مليون يستانس فيها ويشتري فيها بيت ويأسس نفسه وبعدين يبقى له شوي استثمارات يعيش فيها. ممكن هذا بالنسبة لك أنت أفضل. ممكن أنت لا وجهة نظرك أن علي أنه يستانس بالأربعمائة ألف في السنة 20 أفضل من لا أخشها لأربعين سنة. على الأقل I use them earlier to achieve my goals. But there is a trade-off, I agree with you, in the amount of money that you can get and the sacrifices that you need to make. وهذا يعني السؤال الأزلي ولا التريد-أوف الأزلي مع الحياة. يعني تبي تحقق تبي توظيفة زينة لازم تتعب لازم تشتغل وغيرها. It's up to the person himself to decide what best suits him. فبس اللي بوصلنا في كل الحالات investing is always better than putting your money in a savings account. How early you would like to withdraw your money depends on your personal circumstances. أما بخصوص سؤالك الثاني إنه ممكن شخص استثمر مثلا في بداية في البيك مال الأزمة اللي هي 2012 أول ما استثمر طاحت فلوسه 44%. الدوت كوم كراش in order to recover from it it took around maybe let's say around 10 years عشان you recover from the dot com crash. ليش it took 10 years؟ لأن after تقريبا 5 years we recovered from the dot com crash بعدين حاشنا الفاينانشال كرايسيس الثاني فرات طاح بعدين 5 سنين ثانية you recovered from the financial crisis. فthe dot com crash it took you 10 years to recover. The financial crisis took much less. It took almost even less than 5 years to recover from the financial crisis. The corona crisis, it took less than a year to recover. يعني في أقل من سنة تعوضت خسائرك طلعت أرباح 21%. فالترند اللي قاعد نشوفه الحين حتى لو ترجع حق أزمات سابقة الأزمات السابقة يأخذ وقت طويل على ما يركبر. Recently الأزمات صايرين ما يطولون بسرعة يعني البنوك المركزية في أمريكا قاعد يتخذون إجراءات سريعة وحادة عشان يقللون من فرصة الـ economic depression وعشان يطورون أو يساعدون الاقتصاد بسرعة. ف they are much more experienced with dealing with crisis now. ومن اللي نشوفه من الترند اللي نشوفه إنه recently crises they do not last long they fix them very fast. طبعا ما اقدر اقول لك شيء 100% يصير بس هذا الترند اللي قاعد نشوفه في السابق و past trend does not mean future performance بس this is the best predictor for the future. فهذا بخصوص سؤالك الثاني. في شخص ثاني ولا محمد العلي ليحين رافع ايده؟ اذا ما في شخص ثاني ممكن محمد تذكر سؤاله. اظن انه بس محمد اللي رافع ايده. ترى تقدرون ترفعون ايدكم تحت في اوبشن اسمه ريز هاند. ما قاعد اشوف احد فاذا كذي اتوقع نقدر نختم.
ما أتوقع بعد في أسئلة دكتور تحت. ترى في أوبشن إن ترفعون إيدكم إذا حابين تسألون الدكتور أي سؤال. عبد الله. أهلا دكتور عبد الله شلاحي. يا هلا فيك. بداية يعطيك العافية على الشرح الوافي. أنا بس عندي تعقيب على الكلام بخصوص الـ investment advices and etc. أكيد الاستثمار بالـ S&P والشركات اللي يعني يعتبر المخاطر فيها لحد ما معقولة، ولكن كإنفستر الواحد يقدر يسوي ميكس. مثلا يقول والله أنا بحط مثلا نص فلوسي مثلا بالـ S&P ومثلا 25% أحطهم مثلا بشركات التك، 25% بشركات الجروث، وهذا الاستراتيجي يعني on average is doing well. فأكيد لو الواحد يقول والله أنا خلاص بحط فلوسي بمكان has been proved to be good in the last 30 years, S&P definitely is the best choice. بس ولكن أنتوا كمستثمرين وخاصة في هذا العمر الواحد وده يأخذ شوية مخاطر. أنا من الناس اللي أشجع الواحد إنه يعني you have to take a risk and you have to learn when you lose your money. You still have many years. إذا أنتوا الآن 23-24 let's say you have 40 years of making investments and you want to use your money when you're 60 or 70, get some flavor of risky assets. See, like الآن مثلا ال EVs وال AVs are a big hit in the US. Why not to try to invest? But at the same time, put your money where you like making sure that you're gonna make a lot of money in the future. And there is another consideration that one has to put to mind is taxes. Mahmoud, he covered it in the last page. I would say some of the banks in Kuwait, they might, I don't know, charge you a lot of money for transaction fees. But how about you guys try those platforms in the US? Taxes are not hard, especially if you're making a small investments. So, لأن في مرات كثيرة مثلا Robinhood with TD, those like transactions are nothing, like 0.001 maybe per transaction. It's not free. I mean, I wouldn't say it's free, بس ال يعني أتوقع راح يكون حيل قليل per transaction. Yes, it's good إنكم تشتغلون مع ال NBK Capital وغيره, ولكن هذول they might have مثل ما محمود قال إن they have a lot of like for example a constraint على ال initial investments, so they have a lot of transaction fees. It's good to try the US platforms and get used to it, especially now with Bitcoin. Everyone is a Bitcoin now. So have this risky flavor in your investment. Why not? You're going to lose a little bit maybe here and there. But like in 2020, Mahmoud had a really good example. A lot of people left the market in February. But who stayed made a lot of money. I kind of like doubled my money. Purely by just staying. It's not like I made any smart investments, just left it. But sometimes you would lose money and you have to be patient, as Ahmed said. So yeah, so try to mix and match between stocks or put your money in a good place with S&P. Well, good luck. Well, thank you, Ahmed, again. مشكور دكتور عبد الله شلاحي على هذا التعقيب. بس حاب انوه ان نصيحة دكتور عبد الله ان تيك ريسكي اسيتس هذا هو يتحملها, انا مالي شغل, انا علي من الكلام اللي انا قلته. So just تعقيب بسيط على كلام دكتور عبد الله. So this talk is aimed for people with no background in finance. I'm going to give you the most simple thing you can do. Once you get started, then you can read more about investing and you can make decisions on your own. But as a beginner,
أنا قاعد أعطيكم الـ very basic stuff، ومنها تقدر تنطلق على حسب your own risk preference. دكتور أعتقد في سؤال بالدايركت من فرح، قاعد تسأل عن منصات التداول الأمريكية، شنو الأفضل؟ أنا شو دكتور عبد الله قال عن روبن هود، وفي غيرها وايد منصات. شخصيا أنا اللي جربتها فقط هو تي دي أمر تريد. تي دي أمر تريد تقدرون تفتحون حساب وأنتم بالكويت، ما يأخذون منكم أي ترانزاكشن فيز، ترانزاكشن فيز زيرو، تشتري اللي تبي ما يأخذ منك ولا شيء ترانزاكشن في. There is no minimum investment requirement. All you have to do is you apply for an account. يطلبون منكم معلومات، تعبونهم ويفتحون لكم حساب. بعدين من الحساب تحولون فلوسكم من الكويت إلى هذا الحساب دايركت. You can immediately start trading. في منصات كثيرة، لو تدخلون على this website comparebrokers.co compare brokers in Kuwait راح يعطونكم منصات وايد. If you just search in Google broker investment ولا trading platforms راح يعطونك منصات وايد، وكلهم زينين في Fidelity وفي شركات كثيرة. بس يفضل أن تأخذون something reputable، something يعني في شيء عنده ثقل، عنده تاريخ، عشان ما تتوهقون. These slides you can share it with anybody who likes. نزيت لك أنا سارة، إذا أي واحد يبي السلايدز feel free to share it with them. أن في links وفي information that could be useful to these new investors. تمام. أي حد محتاج السلايدات تقدرون دشون علينا بGlobal Shapers، بس ترسلون لنا إيميل وإن شاء الله راح ننزل لكم إياهم. وإذا ما في أي سؤال بعد أتوقع راح نختم. أول شيء مشكور دكتور حمود على وقتك وعلى معلومات. My pleasure. بالعكس استمتعت أنا، وإن شاء الله أكون فت شباب، وإن شاء الله يستفيدون من معلوماتي ويدعوا لي بالمستقبل إن شاء الله. الله يسهل. بس يعطيكم العافية جميعا، وحسابنا Global Shapers موجودين بإنستغرام، تقدرون تتابعونا حق any upcoming events. يعطيكم العافية ونشوفكم على خير إن شاء الله.